يا الربع، سمعت لي قصيدة شاعر خطير يقول فيها: يا أصحابنا مكفين الضربة والطعنة، وش حالكم طيبين؟ الله يمنعكم. ما ودنا المعني اللي ما لها معنى، من شان ما ودنا فيها نقاطعكم. عدلين يقول فيها: وصدوركم كانها ما عاد تاسعنا، ما ظن بهدار تاسعنا وتاسعكم. النفس يا ناس شي من مزارعنا، واللي دفنتوه فيها يندفن معكم. الله، اسمعوا اسمعوا شاعرها: أصحابنا مكثرين الضرب والطعن، والطعن وش حالكم طيبين الله يمنعكم. ما ودنا المعني اللي ما لها معنى، من شان ما ودنا فيها نقطعكم. الله هو اللي رزقنا في طبيعنا، يوم الرب يبلعكم في طبيعكم. وبصماتنا اللي نميزها بصابعنا، وانتم صناديقكم تعرفون. صدوركم كانها ما عاد تاسعنا، ما ظن بهدار تاسعنا وتاسعكم. النفس يا ناس شي من مزارعنا، واللي دفنتوه فيها يندفن معكم. ان زانت النفس نص الزاد يشبعنا، وانتم من الشك حتى الضحك يوجعنا. اكبر. احنا استحينا حياه صدق، ترفعنا عن حاجه تزودت فينا مطمعكم. والله يا لولا السلوم اللي جمعنا، ان على جالها الاقصر رجع. انت جاك والله.